نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من دبي مع دكتور جاسم مرزوقي، استشاري علاج نفسي. كيف يتابع هذا الموضوع نفسيا دكتور جاسم؟ هذه الاضطرابات العاطفية إلى أي درجة الجذور هذا الموضوع بأنه أنا لا أعي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على رأسه وفق هذه الدراسة البريطانية السلبي علي؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن مثل هذه المواضيع اليوم أصبحت تحظى باهتمام كبير جدا، وأصبح لكافة البشر في كل بقاع الأرض ارتباط وثيق بهذا العالم الافتراضي لأسباب كثيرة، منها الأهم أنها أصبحت تقرب البعيد، وبالتالي يستطيع الكثير منا أن يكون على سجيته التلقائية ويغطي على كافة عيوبه عندما يتواصل مع الآخرين في هذه البرامج المختلفة وعلى رأسهم الفيسبوك. فلا شك يعني أن هذه والعكس صحيح، يعني ممكن يكون على طبيعته ما في مواجهة مباشرة، وممكن يكون على طبيعته بأنه يخترع أي شيء فيما يتعلق بما يخصه كمعلومات وكبيانات وكحالات، صح؟ أتفق معك تماما، لأن الأمر يعود إلى أي مدى يتمتع هذا الشخص بالبناء النفسي والشخصي السليم والصحيح. فإن كان يتمتع بهم لا شك أنه راح يكون على طبيعته، وراح يغطي على بعض العيوب اللي في كثير من الأحيان يكون على شكل تدني في مهارات الشخص في التواصل، في مهارات الاتصال والتواصل، وأحيانا كثيرة يغطي على عيوب التواصل الاجتماعي، لأن الكثير قد يعاني من الخجل الاجتماعي أو الفوبيا الاجتماعية، فبالتالي يستطيع أن يتواصل بكل أريحية. أما الطرف الآخر اللي يعاني من الاضطرابات أو من بعض المشاكل في البناء الشخصي، لا شك أنه قد يلجأ وراء الحيل، قد يلجأ وراء النصب أو الاحتيال أو الخداع أو الكذب لبيان جوانب الشخصية قد لا تكون تمثله. وبالتالي هذا العالم الافتراضي، لنفترض أن هناك كافة البشر يتعاملون مع من مختلف الأطياف ومختلف الصفات، سواء ما كانوا تلقائيين أو ما كانوا يتمتعون بخصال ذميمة، وبالتالي لنا أن نتصور أن التأثير السلبي الذي قد يتركه في علاقتنا بالآخرين أو علاقة الآخرين معنا، إذا كنا ننتهج الصفاء والوفاء والمفاهيم والقيم الأخلاقية الحميدة، ولا يبادلنا الطرف الآخر بذلك، أو قد يختفون أحيانا لسبب أو لآخر. طيب بأعود للعنوان الرئيسي لهذه الدراسة، نفسيا كيف يعني تفسر موضوع أنه أنا يزيد أو يغير الحالة المزاجية للمراهقين تحديدا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي؟ لماذا؟ هل هو بشكل طبيعي يعني لأنه حياتنا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، مثل بأنه ألتقي لو ما كنا بها تكنولوجيا بأشخاص عديدة، يعني حسب التفاعل حسب المواقف هذا يؤثر على مزاجي، فنفس الموضوع أم لا؟ كيف تفسر نفسيا؟ أنا أراها تفسر نفسيا بأن المراهقين يكون عليهم قيود في كثير من الأحيان من أسرهم في شأن الحرية الذي يزعمون أو يطالبون فيه دائما، ولكن لا شك أنهم طالما يكونون تحت السن القانوني 18 فهناك قيود تفرض عليهم هذا التواصل، وبالتالي وجود وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل المختلفة عبر هذا العالم الذكي لا شك أنه يكون له من التأثير الكثير، وقد يكون له أحيانا بعض الفرص لهم لأجل هذا التواصل ما بينهم وما بين أقرانهم وأصدقائهم، خاصة أن هذا العالم الافتراضي تطور في الآونة الأخيرة وأصبح على شكل جيمز وألعاب كثيرة يظهرون ويتنافسون بعضهم البعض. أنا أشكرك جزيلا من دبي دكتور جاسم مرزوقي، استشاري علاج نفسي.